سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك سبحانك وتعالى ربنا على العالمين، غيرك اللهم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. احنا لايف، مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم معنا زي ما وعدناكم كل يوم الساعه 8:30 حلقة متميزة مع صديقي وأخي وعزيزي الأستاذ محمد التميمي، جايبين لكم ضيف شيق جميل، عنده معلومات رائعة، لطيف حبوب، قلبه يعني يدخل القلب من أول نظرة، ونشكره على إعطائنا هذه الفرصة، لأنه الموضوع اللي حنحكي فيه الليلة موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو أفضل الطرق لتقوية جهاز المناعة. كلنا بنعرف الآن إحنا بنواجه فيروس لعين، هذا الفيروس طبعاً أهم شيء عشان نقاومه إنه نقوي جهاز المناعة، الكل سمع بهذا الشيء، وليس بغريب الآن إنه جهاز المناعة هو أفضل شيء لمقاومة مش بس الفيروس هذا، كل الفيروسات والبكتيريا. إذا كان جهازنا أو جسمنا سليم فأكيد إحنا حنكون ماشيين بطريقة صحيحة أو حنعيش طريقة صحيحة وصحية. عشان هيك اليوم راح يكون معنا شخصية متميزة عبر الانترنت، طبعا كنا حابين نكون مع بعض لكن أول شيء بعد المسافة، وبسبب الجائحة اللي احنا فيها والتعليمات الحكومية عم نعمل شغلات ديستانس، سوشيال ديستانسينج. معنا الدكتور محمود الصوص. دكتور محمود الصوص معاه دكتوراه في العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي، وأستاذ مساعد في جامعات مختلفة، يعمل في تطوير وإدارة عدد من المراكز الطبية والتجميلية. إذا بتلاحظوا يعني أنا قبل ما أبدأ بالحوار معاه، إذا بتلاحظوا المراكز اللي المكان اللي هو قاعد فيه مكان يشعرك في الطبيعة ويقربك للطبيعة دائما، حتى الأفلام والفيديوهات اللي بيطلعها بارك الله فيه بيعملها بطريقة شيقة أنك بتشعر أنك رجعت للفعلا للطبيعة. فاليوم حنسمع منه شغلات، حنشوف شوية عن المركز، وحنشوف شغلات مهمة جدا لتقوية جهاز المناعة. أترك المايك لأخونا محمد. اهلا وسهلا دكتور محمود، وصراحه احنا يعني متشوقين نسمع ونشوف اللي انت مجهز لنا اياه. الكلام عن جهاز المناعه صار يخوفنا بصراحه، يعني صرنا محتاجين لانه نطمئن. جهاز المناعه اللي معه مرض معناته هذا جهاز المناعه تبعه انهار. الان اللي كبر في السن جهاز المناعه تبعه انهار، اللي صار عنده ضعف معين جهاز المناعة تبعه انهار. وبعدين هذا جهاز المناعة طيب يعني كيف بده يعمل اللي عنده هذه الوساوس وهاي الهلاوس وهاي الشكوك وهذه المشاكل؟ وكل ما حد بيتكلم بيحكي لنا عن جهاز المناعة صرنا حاسين كأنه هالإنسان هذا ضعيف جدا، بل بالعكس في ناس كتبوا أنه هذا الإنسان ثبت أنه الإنسان تكوينه ضعيف جدا. وأنا صراحة صرت أشوف في تناقض، كيف احنا بنحكي انه الانسان يعني عنده جهاز مناعه بيسيطر وبيساعده وبيدافع عنه، وبنفس الوقت احنا بنحكي بالاخير انه هذا الجهاز هذا الانسان تبين انه بعد الكورونا تبين كم هو ضعيف؟ يعني احنا احترنا ايش هو جهاز المناعه. هل جهاز المناعه احنا طلع الدكتور محمود جمال في عنده مشكله؟ على كل حال احنا اليوم هلأ نشوف بس يدخل الدكتور. اليوم راح يكون عندنا شيء غريب وجديد، عفوا استاذ محمد كمل. حنحكي عنه قبل ما يدخل الدكتور معنا. راح نستلم، هي دخل الدكتور، حنستلم ان شاء الله مكالماتكم. هذا الرقم اللي شايفينه تحت هو الرقم الكندي تبعنا، ممكن تتصلوا على الرقم حنحطه لما نقدر ناخذ المكالمات، بحيث انه نستفيد من خبرة الدكتور قدر ما نكون، فممكن تحكوا معاه مباشرة ان شاء الله. يعني هذه تجربة جديدة، بدنا نحاول انه نعطيكم تجارب جديدة، دائما نعطيكم شغلات جديدة، نجيب ناس جداد. فيعني هذا الرقم اللي هو 819، اذا بتصلين من كندا او امريكا ما في داعي تحطوا واحد قبله، 819-815-3226. اعيده 819-815-3226.
يعني احنا بنستقبل الان المكالمات دكتور جمال. يس ممكن نستقبل المكالمات على هذا الرقم. ممتاز. خليني بس احكي مع الدكتور اشوف شو المشكله اللي معاه. جيد جيد. اعذرونا اخواننا، يعني احنا ما زالت تطبيقات التكنولوجي مش متاحه عند الجميع بشكل واحد، واحيانا يعني بتضعفنا، لكن ان شاء الله تقديركم والجهد اللي بنحاول نعمله يكون يعني موفق انه يوصل في الاخير الصوره، ورب العالمين بيساعدنا ان نوصل اللي احنا نهدف له بافضل ما يكون. طبعا احنا ما ننسى. اهلا دكتور. متأسف. هذا شكلها مؤامرة فيروسية يا دكتور. والله شكلها مؤامرة فيروسية. عارفين انه احنا حنسيطر على الموقف، فبيحاولوا يشوشوا علينا. طيب انا اكمل، مش هطول كثيرا. بقول الان هذا الكلام عن 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 الانسان وعن جهاز المناعه اللي عنده، ضعيف ولا قوي؟ احيانا بيسمونه يا ضعيف واحيانا بيسمونه يا قوي. وبنفس الوقت الانسان اللي جهاز المناعه تبعه بيحكوا له انت جهاز مناعتك يعني ضعف، فانت بدك تاخذ احتياطاتك وتاخذ بالك. هل هو فقد الامل ولا هناك امل؟ خلينا نفهم شو هو جهاز المناعه في البدايه، وبعدين نشوف تأثيراته وما يؤثر به. تفضل دكتور. تحياتي وشكرا للمقدمة الحلوة، وأهلا وسهلا فيكم وفي كل المشاهدين. جهاز المناعة هو الجهاز الجسم وأجهزة معينة في الجسم، أو تقريبا كل أجهزة الجسم بتكون مسؤولة عن حماية الجسم ضد أي أمراض أو أي ميكروبات ممكن تدخل عن طريق الجسم. الأجهزة الثلاثة الرئيسية اللي ممكن يدخل عن طريق الميكروبات زي ما احنا بنعرف في الوقت الحالي، اللي هي الجهاز التنفسي عن طريق الاستنشاق أو عن طريق اللمس وتوصيل الشيء للعيون، أو عن طريق الجلد بإيصال أي مادة أو أي ميكروبات أو أي فيروسات في لعملية الجلد. فهاي الثلاث أمور، الثلاث شغلات الأساسية اللي هي في المقدمة في جهاز المناعة. جهاز المناعة اللي هو بتكون من كتير أجهزة في الجسم، منها أجهزة بتصفي كل السموم والمخلفات اللي موجودة في جسمنا بعد العمليات الحيوية اللي بتصير في الجسم، اللي هي الجهاز اللمفاوي، اللي هي المعدة، والجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي اللي ممكن عن طريقه نخرج كتير من الشوائب. هلأ الجهاز المناعي هو جهاز كوني معمول من عند ربنا بطريقة انه يحافظ على الجسم انه يقاوم كل هالأمراض هاي اللي ممكن يوصلها. بس في صار عندنا تغيرات كتير، ومن هون عندنا مشاكل في جهازنا المناعي وعدم مقاومتنا للأمراض. من بين الأسباب الكبير وكثير اللي ضعفت جهاز المناعي، أول شيء التلوث، سواء بالمياه سواء في الهواء اللي بدخلنا سموم كثير لجهازنا المناعي. ثاني شيء طريقة الحياة والأكل، المأكولات الغير طازجة، المأكولات اللي مش معروفة المصدر، اللي هي بتدخل مواد ضارة جدا لجسمنا، المواد المصنعة بطريقة سيئة. هذه شغلات أساسية في قتل وإضعاف جهازنا المناعي. وكمان ما ننسى كل الأدوية وكل الشغلات اللي بنأخذها عند أي مرض بسيط، ما بنعطي الفرصة لجهازنا المناعي إنه يشتغل بطريقة صحيحة، ونقدر ندعمه عن طريق الأكل الصحي، عن طريق الحياة اللي بعيدة عن التوتر، بعيدة عن الضغوطات العصبية، ندعمه عن طريق الرياضة، عن طريق المحافظة على الأجهزة الثانية اللي هي مساند أساسي لهذا الموضوع، لموضوع المناعة.
فإحنا بدل ما نساعد جهاز المناعة بإعطائه كل الهواء الكويس الجيد، الطعام الكويس اللي موجود فيه، كل المواد اللي بتساعد أعضاء الجسم مختلفة على إنها تشتغل بطريقة أفضل، بالعكس إحنا قاعدين ما بندعم في جهازنا المناعي، قاعدين نستخدم شغلات كتير لإضعافه، بحيث إنه نوصل لمرحلة إنه أي مرض بسيط ممكن يأثر علينا، فما بنقدر نطيب من المرض هذا إلا بالمساعدة خارجية عن طريق أدوية أو تدخل طبي. أنت بتتوقع دكتور إنه الجهاز المناعة الآن عم بضعف عنا بسبب تدخلنا أو أخذنا لأشياء غير طبيعية؟ طيب إحنا بدنا نعطي ملخص للناس كيف يقوي جهاز المناعة، يعني هذا هو الآن الهاجس عند الجميع. أنت حكيت بعض النقاط بس لو تعطينا إياها بالترتيب عشان نقدر نقول 1 2 3. هل ناس بقول لك اشرب زنجبيل؟ في ناس راحوا طبوا على الزنجبيل وما ضل الزنجبيل في البلد، ناس حكوا لك ينسون، ناس حكوا لك تومة، ناس حكوا لك، يعني كل هاي الإشاعات بدنا نلخصها. هل إيش كيف نقوي جهاز المناعة؟ أول شيء إذا بنأخذ الجانب الغذائي، الأغذية كلها اللي نأكلها، يعني نأكل أي شيء خضار اللي هي بتحتوي على معادن وعناصر مهمة جدا لتقوية كل أجهزة الجسم المختلفة، نكثر من الشوربات اللي مصدر شوربات خضار أو عدس، بس أهم شيء في مصادر الأغذية هاي إنها تكون مصادر عضوية مزروعة بدون تدخل في عملية إضافة هرمونات معينة للمزروعات هاي. السماد بأثر كتير، كلها مواد كيماوية، كلها مواد ضارة خارجة عن المواد الطبيعية بتدخل في هذه الأغذية، وإحنا قاعدين بنأخذ الأكل هذا. ما بنحكي في هاي الحالة على الأكل المصنع زي المرتديلا، اللحوم المصنعة، زي الحافظات اللي موجودة في المعلبات، هذه كلها بنأخذها إحنا على جسمنا. فكيف جهازنا المناعي بده يلحق على كل هالسموم هاي اللي جاي من النظام الغذائي الغير معروف ومضمون المصدر اللي قاعدين بناكله، سواء بناكل لحوم كلها لحوم مصنعة، لحوم الحيوانات هاي كلها مربية لسرعة الإنتاج بغض النظر عن الهرمونات اللي بعطوها إياها على الأدوية على الكذا، يعني هي هاي الحيوانات أو هاي المزروعات أصلاً اللي بنأخذها ما في عندها مناعة وبيكون في عندها أمراض معينة، يعني هي الشغلات الطبيعية اللي جاي من البرية بتكون محافظة على عناصرها الغذائية القيمة للجسم. على سبيل المثال في عندنا الزيتون، زيت الزيتون أفيد زيت ممكن نأخذه، بيحتوي على كثير من العناصر المهمة جداً للجسم بدون أي تدخلات، لا سماد ولا مية ولا هرمونات ولا إضعاف لشجرة الزيتون. هاي أشجار منتشرة بتتنفس هواء كويس في الجبال في المناطق الجبلية بعيدة عن كل التلوثات، فإحنا بنأكل أكل مضمون. هذا القصد في أكل مضمون المصدر اللي هو هلا التوجه للأكل الصحي والأكل المضمون المصدر، هذا عنصر أساسي في تقوية المناعة. في مأكولات أو خضار أو فواكه معينة فيها بيكون مواد أكثر لتقوية المناعة، طبعاً كل أنواع الحمضيات، الكيوي، كل النباتات أو الفواكه اللي بتحتوي على فيتامين سي، في عنا البيض اللي بيحتوي على كثير من الكبريت، عنا الثوم اللي هو مضاد حيوي كامل في كل المركبات، عنا البصل، عنا الخضروات الثانية اللي بتحتوي على الحديد، بتحتوي على أي شيء من الخضار بغض النظر، نوع في عملية الأكل، يعني كل لحوم، كل خضار، كل بقوليات، كل مكسرات، كلها كويسة، بس أهم من هذه الأمور إن نعرف مصدر الأغذية. طب بالنسبة لموضوع الأغذية، بالنسبة لموضوع كلة الحركة، إحنا جسمنا ما بتحرك، أعضائنا كلها في الجسم ما بتتحرك، القلب ما بتحرك، الدورة الدموية ما بتتحرك، فهاي كلها مضاعفات هنحكي عنها ممكن هلا بتفاصيل كبيره
شو عملية كلة الحركة. إذا في ما في عنا حركة في الجسم، في هاي الحالة ما في عنا نشاط في كل الأعضاء، فالأعضاء ما بتكون جاهزة لأنها تأخذ دورها في حال وجود أي مرض أو ميكروبات من الخارج بتحاول تهاجم جسمنا. طيب دكتور، يعني شفتك أول شيء إحنا بنحكي عن علاج طبيعي وحضرتك مختص في العلاج الطبيعي، وبتوقع إنه في كلام كثير يعني ممكن نحكي فيه في هذا الصدد بالنسبة لجهاز المناعة، ففين الربط اللي أنت بتشوفه من خلفيتك العلمية هذه مع جهاز المناعة والعلاج الطبيعي؟ أنا بس حاب تفيدنا بشغلة كمان. إحنا نتصور إنه العلاج الطبيعي يحتاج إلى شخص معالج علاج طبيعي، وإنه الإنسان في بيته لا ما بيقدر يعمل علاج طبيعي، فهل هذه المعلومة صحيحة؟ فأرجو إنك توضح لنا دور العلاج الطبيعي في موضوع المناعة، إضافة إنه أنا في بيتي هل بستطيع إني أعمل علاج طبيعي، ولا أنا محتاج دائما أكون في عندي واحد معالج للعلاج الطبيعي؟ والآن تعرف في زمن الكورونا حجزونا. العلاج الطبيعي له تخصص معروف من في القدم، نشأته كانت في الدول الأوروبية وخصوصا أوروبا الشرقية، كانت نشأة العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو استخدام المواد الطبيعية والحركة في علاج الكثير من الأمراض الموجودة عندنا. عندنا أمراض الجهاز الحركي، من عظام، من عضلات، من مفاصل. عندنا الأمراض العصبية اللي بنعالجها، اللي هي السكتات الدماغية، الجلطات، الشلل، الشلل النصفي، أمراض زي الباركنسون ديزيز. هاي كلها من اختصاصات العلاج الطبيعي واختصاصات أخرى. العلاج الطبيعي ممكن يستخدم كل العناصر الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه، مثل المياه الساخنه، مثل الكهرباء، مثل الطاقه المغناطيسيه، مثل الموجات الفوق صوتيه للعلاج. وكمان بنستخدم الحركات والامور التمارين لعمل تغييرات، سواء بنحكي عن المساج او بنحكي عن مثل القامة وعلاجها. وكمان جزء مهم من العلاج الطبيعي العناية بالمسنين من ناحية الحركة والكذا فيه. وجزء أساسي من العلاج الطبيعي اللي هو العناية في المرضى، يعني مشاكل تنفسية ومساعدة المرضى على التنفس بعمل تمارين تنفسية، عملية إنهيليشن، عملية إخراج للشوائب اللي موجودة في الصدر عن طريق وضع أجهزة معينة، عن طريق حركات معينة، عن طريق تمارين معينة. فهذا جزء أساسي. إذا بننظف الجهاز التنفسي وبندير بالنا عليه، ففي هاي الحالة إحنا بنخفف على حالنا كتير من الأمراض اللي بتنتقل زي ما إحنا شايفين عن طريق جهاز التنفسي. فالاختصاص الأقرب للتعامل مع مشاكل الجهاز التنفسي من ناحية الحركة، من ناحية الضمور، من ناحية أمراض كتير، اللي هو بيكون العلاج الطبيعي وأخصائي العلاج الطبيعي اللي بيكون مؤهل إنه يتعامل مع الحالات هذه التنفسية اللي ممكن تطل المريض إنه يوصل لمرحلة يستخدم الأجهزة بشكل متواصل فيه. طبعاً العلاج الطبيعي وأخصائي العلاج الطبيعي وظيفتهم بشكل أساسي تعليم الناس، تعليم الناس بعض التمارين، إعطائهم النصائح، مشاكل القامة وكيف يعالجوها بشكل ذاتي. إحنا بس مهمتنا في بعض الحالات الكتير عملية استشارة، عملية إعطاء معلومات، تعليم المريض وتدريب المريض على بعض الحركات في حال المريض على البيت لحاله يقدر يسمها بشكل نفسه. وإحنا زي ما بنعرف الطب العربي كله في شغلات كتير من الطب العربي داخلي في مجال العلاج الطبيعي اللي هو طب قديم بنعتز فيه، وكله شغلات طبيعية، طب الأعشاب، كلها هاي أمور طبيعية.
مكملة لأمور العلاج الطبيعي. طبعاً المعالج الطبيعي ممكن يعمل إبر صيني إذا كان ماخذ دورات خاصة لهذا الشيء، ممكن يعمل شغلات تانية ممكن تساعد المريض على العلاج. يعني في أشياء إحنا ممكن نعملها في البيوت في العلاج الطبيعي نعملها إحنا بشكل فردي وتساعدنا على تقوية جهاز المناعة ومساعدتنا على الاستفادة منها في التنفس والاستفادة منها في يعني فيما له ارتباط في المناعة. أنا بدي أسأل سؤال دكتور. تفضل كون بدك تضيف شيء تفضل. الصوت شوي مش سامع بالضبط. بتوقع الأستاذ محمد سأل عن نعم. أنا كنت بحكي التمارين على التنفسية العلاجية. لا كنت بحكي عن فكرة إنه الشخص في بيته هناك تمارين بيستطيع إنه يقوم فيها بنفسه تساعده على تقوية جهاز المناعة بالعوامل أو العناصر المؤثرة على جهاز المناعة زي التنفس وغيره من حركات اللي تساعد على تقوية جهاز المناعة. كنت بحكي عن الإجراءات أو الممارسات الفردية في البيت. الصوت واصل؟ الصوت مش مسموع كثير بس حجاوب على السؤال. ما فهمت الإشكالات اللي ممكن تساعد على تقوية ومساعدة الجهاز التنفسي بشكل سريع بس عشان المشاهدين ما يزهقوا منا. الجهاز التنفسي بتكون من الرئتين اللي هي بتكون في القسم في الوسط وفي القسم في الأسفل. كل في عنا والجهاز التنفسي هذا محاط في الحجاب الحاجز وفي الحجاب الحاجز من تحت ولحمايته محاط في القفص الصدري، والقفص الصدري محاط في عضلات كويسة كتير وضخمة وقوتها كبيرة لمساعدتنا على التنفس. الإنسان الطبيعي بتنفس لحد 15-16 مرة بالدقيقة، هذا في وضع الاسترخاء. فكل استخدام الجهاز التنفسي اللي هو بنكون عن طريق الحركة أو عن طريق أمراض موجودة عندنا زي أزمة زي حساسية زي ربو زي أمراض تانية بتخفف من حركة الجهاز التنفسي. اي مشكله بتصير في الجهاز التنفسي بتنعكس على الجهاز المناعي وبتنعكس بشكل اساسي على القلب. فكلة الحركه وعدم الحركه هذا بياثر على تاثيرات كثيره في منطقه الرئه. كلة حركه الرئتين في مناطقها المختلفه بتسبب انكماش في الشعب الهوائيه وانسداد في الشعب الهوائيه في منطقه الرئتين. وهذا أي شيء ما بنستخدمه بفقد صلاحيته وبنكمش، وهذا بيحصل نفس الشيء. لازم يكون في تمارين تنفسية ولازم يكون في قاد في هروري، يعني الشغلات اللي ممكن تساعدنا على نزيد سرعة التنفس وقدرة تحمل التنفسي. فمن بعض التمارين التمارين الخفيفة اللي هي بتنعمل في شكل استرخاء، ارتفاع للإيدين بالشكل الأساس، زيادة حجم سعة الصدر، أخذ زفير بشكل كبير قوي والتشجيع على مبدأ القحة، لأنه القحة هذه أو العطسة بتشيل شغلات كثيرة معها في موضوع تنظيف الجهاز التنفسي. واليوم أنا كنت أفكر زمان سنتين على موضوع إنه مدام الأرجيلة منتشرة بشكل كبير والأرجيلة هي سبب أساسي لمشاكل الجهاز التنفسي، الأرجيلة والتدخين والأمور الملوثة، فكيف ممكن نحول الأرجيلة اللي غير صحية لأرجيلة صحية؟ إيه.
بدك تحول الارجيله الغير صحيه لارجيله صحيه فيها اي تكنولوجيا. هاي الارجيله محطوط في الكثافه هون، محطوط عندنا الاعشاب. انا حطيت اليوم الزعتر البري، زعلات بنسميه فلسطين، ما بعرف بمناطق ثانيه، بس الزعتر اللي مزروع في البر غلناه وحطينا المي اللي هو مي سخنه موجود في هاي الكزازه هون، والزعتر هذا كله حطناه على الراس في الراس بدل التمباك، وحطينا عليه قصديره. هاي القصديره ما فيها خزوق. هلا بتصير عمليه التمارين العلاجيه اللي هلا حنشرح فوائدها بالنسبه للارجيله. بنسحب كل الوجود اللي هو مشبع في كل المواد هذه، الزعتر اللي فيه مواد كويسه كثير لتوسعه الشعب الهوائيه، في مواد كثيره لتنشيط عمل وازاله كل الشوائب عن واثاره الرئتين واخراج سوائل. هاي في هاي الحاله بنحصل على شغلتين او ثلاث شغلات اساسيه من تدخين الارجيله هاي. اول شيء بتدخل الهواء الكويس هاد على شهيق شهيق عميق يوصل للرئتين من الاسفل اهم شيء. فهي المواد بتدخل على الرئتين وبتنظفها. بنطلع المواد هذه اللي هي بتحفز الجهاز التنفسي على انه يصير في قحه، وبنحاول نكح. في هاي الحالة احنا بننظف جهاز التنفسي مع اضافة الاعشاب في راس الارجيلة وفي القصدرة مع مش عامل خزوق، وممكن نحط بفوق القصدير لانه المواد الموجودة في الفحم مش هتدخل على الاعشاب او هذا الهواء اللي بنستنشقه. وبنكرر العملية هذه 15 20 مرة وبناخد استراحة. هلا هاي وظيفة ان بندخل شغلات كويسة كتير من بخار مشبع في الاعشاب اللي بنقدر نحطها هون، الاعشاب اللي ممكن نحطها ونغليها، اهم شيء الاعشاب العطريه، الاعشاب اللي بتعطينا انتعاش زي الزعتر زي الشومر زي الزعتر العادي، روائح كثيره، روائح الكينا، اي زيوت عطريه ممكن تضيفوها المي هذه وتخلوا المي وتحطوها فبنستنشق. الشغل الثاني اللي هو تمرين للجهاز التنفسي. لما انا بسحب بالطريقه هذه انا بزيد سرعه عمليه سعه الصدر، وبنفس الوقت ممكن ان ارد انفخ في الارجيله بالطريقه هذه لجوا وانا اطلع في الهواء، بطلع الهواء وانفخ في داخل الارجيله، كل هاي الحلوه بتطلع من الصمام. بس القصد من النفخ مع مقاومه اللي هي مقاومه الارجيله، وانه بدي ادخل الهواء على الارجيله، في هون مقاومه، وهي المقاومه بتنشط وبتقوي عضلات الجهاز التنفسي بشكل كامل. عن هاي خاصيتين كويسه هذه الارجيله. والخاصيه الثالثه انها منظر محبوب عند الجميع، الكل بيحاول يمارسها بغض النظر عن أضرارها. فعمل الطريقة هذه بالأعشاب تحويل الأرجيلة من شيء ضار جدا لشيء مفيد جدا، خصوصا في هاي المرحلة اللي احنا عايشين فيها انه ما في أجهزة تنفس. وهي أجهزة التنفس يعني احنا بنتعامل فيها وبنشتغلها مع المرضى شبيهة في عمل الأرجيلة هذه، بس تكلفتها بتكون ابهض واكثر. فهي الارجيله موجوده في البيت، فممكن اي ست اي حدا يستخدمها ويشوف نتيجتها. انا شخصيا جربتها وجربتها مع عده اشخاص، والكل انبسط فيها وحس في ارتياح كامل على الموضوع، لان هاي شغلات مثبته علميا شو دور الاعشاب هذه، شو دور التبخيري، شو دور التمارين العلاجيه. يعني شغلات احنا ما جبناها جديد، معلومة وفي دراسات كبيرة بتأكد صحتها، بس احنا جمعنا لكم اياها في جهاز بسيط موجود متوفر في كل بيت. اذا دكتور اللي بتحكيه انت انه يعني ممكن نستخدم هاي الارجيلة اللي صار عندنا عادي على دخان النيكوتين تبعها والتمباك الى اعشاب ممكن تفيد جهازنا التنفسي وتقوي جهاز المناعة عندنا.
احنا بنستخدم نرجيله نظيفه وما فيها، مش مستخدمه كارجيله عاديه، وكل المواد هاي اللي بنستنشقها من الارجيله هذه كلها مواد مشبعه في الاعشاب اللي بنحطها في المية. وهاي شغلات بتنظف الجهاز التنفسي بشكل اكبر، الدورة الدموية في الجهاز التنفسي، بتقوي الدورة الدموية وتشبيعها في الأكسجين والمواد بنستنشقها كمان على هذه، بتقوي عضل بتاعد. المواد هاي كتير بتساعد الدموية الانبساط وعلى تشيط الجهاز الدوري، وكلها اللي ممكن تنتقل عن طريق القفص الصدري أو الرئتين. وعندنا الإحصائيات، كل المرضى اللي أتوفوا نتيجة كورونا أغلب المضاعفات للوفاة اللي وعدم قدرة الجهاز التنفسي على العمل. فهون يعني في عندنا مشكلة رئيسية في الجهاز التنفسي، وهذا أدى لحالة الوفاة، مش الفيروس بحد ذاته. الفيروس بيؤدي لمضاعفات في الجهاز التنفسي في الرئتين. إذا الرئتين هاي وسخة وفيها كثير من الشوائب والسموم الشعب الهوائي، إذا هي أخص بانتشار الفيروس والسيطرة على الجسم بشكل سريع والتكاثر بشكل سريع، لأن هاي البيئة كويس كتير لعملية التكاثر إذا مدخنين. وكتير في صار حكي هلا بشكل كبير عن انه نسبه المدخنين في الوفاه انه بتكون عاليه بسبب فيروس كورونا او اي مشاكل بتدخل على الجهاز التنفسي. طيب انا بدي اذكر الجميع انه اليوم احنا عندنا طريقه جديده برضه للتواصل معكم، بنرحب بمكالماتكم الهاتفيه على الرقم الكندي اللي موجود تحت الشاشه، هعيده مره، 819-815-3226 819-815-3226. في عندنا سؤالين دكتور لك هلا تيجوا من المشاهدين. السؤال الاول، النعنع هل بفيد هو من الأعشاب القطرية ولا لا؟ السؤال الثاني، شو أضرار النيكوتين اللي بيدخل على الرئة من خلال الأرجيلة؟ أعتقد أنك جواب جزء منه، لكن سؤال من الأخت سهير. أضرار النيكوتين هي الأضرار اللي بتعمل عملية إدخال النيكوتين مع الدخن هذا والدخان، اللي هو بيسبب أضرار أكثر من نفس مادة النيكوتين اللي الجسم بيحتاجها وبتنشط الجسم وبتشعره بالراحة. عشان هيك الناس بيحبوا النيكوتين، وهي الشغلة ممكن يتعودوا عليها ويصير عملية إدمان الدخان إدمان كتير. بس الضرر الأكبر من مادة النيكوتين اللي هو بيكون عملية الدخان اللي يدخل للرئتين وللشعب الهوائي، وبسكر الجدران هذه اللي هي الجدران هاي زي إسفنجة بتكون معمولة ومخلوقة بنظام تحافظ على امتصاص المواد والأكسجين اللي موجود في الهواء. فإحنا إذا بنلوث الهواء هذا عن طريق استنشاق الدخان هذا بيأثر على تسكير هذه المسامات. أجاتا تليفون. اوكي دكتور، بس الان احنا انا بس بدي منك توضح لنا لما بيحكي عن دخان في الحالتين، في الارجيل اللي انت حضرتك تكلمت عنها والارجيل اللي فيها النيكوتين، في الحالتين حيطلع الدخان. هنا انت بتتكلم عن دخان نقي، دخان بيطهر الشعب الهوائية، وهناك بتتكلم عن دخان بيوسخ الشعب الهوائية. لو بس فهمنا بشكل بسيط هيك ليش هذا صار بينسخ الشعب الهوائية، في حين انك تحكي انه النيكوتين في الأصل مفيد او يعني
مش ضار بشكل كبير. وبينما الآخر راح يطهر أو يعقم أو ينظف الشعب الهوائية. إيش الفرق بين الدخانين يعني؟ احنا نستهلك لما نستنشق البخار هذا اللي هو عملية تبخيرة، هذا بخار داخل على الشعب الهوائي وعلى القفص الصدري، فهذا بخار أو هواء مشبع في ذريع مشبع العناصر كويس داخل الأعشاب هذه، هذا التنفسي اللي هو اللي بنسميها كهف الأملاح أو غرفة الأملاح، أملاح الهيمالايا اللي بتحتوي على عناصر كتير كويس كتير لجسم الإنسان، فممكن نأكلها، ممكن نستنشق الهواء اللي بيكون مشبع، نقعد في غرفة وفي الأملاح هذه وعندك استنشاق الأملاح أو الهواء المشبع بالعناصر اللي موجودة بالأملاح هذه، بيحدث تغيرات وتنظيف في عملية الصدر وعملية الرئتين. نفس الشيء عملية التبخير أو أجهزة التبخير اللي بناخدها أو أدوية الربو اللي بنرشها بشكل من الجهاز، اللي هي أدوية بتنتشر في الهواء وبتدخل عن طريق الهواء للقفص الصدري الرئتين تعمل الأمور هذه. طيب دكتور، تسمح لنا ننتقل لموضوع ثاني على موضوع القعدة في البيت والجلسة هذه في البيت اللي بتأخذ منا وقت طويل، وبدنا نستغل وجودك معنا في اختصاصك ومعرفتك ومعلوماتك القيمة عن المفاصل، العظام وما إلى ذلك. جلستنا هذه في البيت، إيش التبعات السلبية إلها إذا إحنا ما أخذناش بعين الاعتبار بعض التمارين أو بعض الأعمال، وما هي الأعمال اللي ممكن تساعدنا نتخلص من سلبيات والأذى اللي ممكن تسببه هذه الجلسة في البيت؟ دكتور سامعنا؟ في البيت بتأثر على كل أعضاء الجسم، كل أعضاء الجسم بدون استثناء. بنبلش في الجهاز التنفسي لإضعافه لتقليل القدرة على انتقال القلب والجهاز الدوري في الجسم وصعوبة في النوم ومشاكل في المفاصل ومشاكل في العضلات، فكل هذه المشاكل هي تبعيات لقلة الحركة والكعدة بدون أي حركة في البيت. كثير ناس بيعانوا من المشاكل هاي، اكثر المشاكل للناس اللي بظنوا انها بس من قلة الحركة اللي هي جزء بسيط من المشاكل اللي هتحصل بقلة الحركة، بس المشاكل الثانية مش ظاهرة على العيان. يعني بنحكي اذا واحد صار عنده وجع ظهر ساكن يعزي لقلة الحركة، بس ولا واحد بيقول لك انا عندي مشاكل في القلب من قلة الحركة، هاي ما بتخطر على بالهم انه قلة الحركة بتسبب لهم مشاكل كبيرة وجلطات قلبية وتسكير في الشرايين وكثير شغلات في القلب، هذه ما بتخطر على بالهم. بخطر على بالهم الناس بس من قلة الحركة انه جهاز الحركة هو الوحيد اللي بتضرر. طبعا بشير عندنا مشاكل كثيرة في العظام وفي المفاصل وفي العضلات، لانه قوة هذه الجهاز الحركي بيعتمد على الحركة. كل أجهزة الجسم بيكون بتتحرك. الحركة اللي إحنا بنسويها سواء عن طريق المشي أو عن طريق الهروري أو عن طريق الركاض أو عن طريق التفكير الإيجابي أو عن طريق البسكليت أو عن طريق تمارين علاجية وبسيطة، تمارين للتاهة، الصلاة اللي هي عملية نظام كامل في كتمارين للعضلات للمفاصل للجهاز الدوري للقلب،
للتركيز للاسترخاء هي أكثر شيء ممكن نسويه. بنعملها 5 مرات في اليوم، كل مرة من 4 ركعات ل6 ركعات بشكل متكرر، فإلها فوائد كثير بالحفاظ على الأمور. يعني هاي الشغلة نواظب على الصلاة ونزيد، وهذا طبعا بعطينا هروب والخالق في فترات من اليوم اللي نقدر نتعه بشكل متواصل. الحركات الثانية ممكن نعمل المشي، ممكن نعمل تمارين في خارج البيت مع الأشجار مع المزروعات، خصوصا انه هلا بلشت الدنيا تصير ربيع، ممكن نطلع نكزدر نتمشى لوحدنا، وأفضل هواء ممكن نستنشقه جانب البحيرة جانب المياه اللي في أشجار، هذا كويس يساعد. هلا من كثرة الحرق القاعدة في البيت أكثر شيء بصير عندنا مشاكل، مشاكل في الرقبة، مشاكل في أسفل العمود الفقري، هاي المشاكل. بعطيكم بس تمرينين لهذه المشاكل، هذه لازم تحافظوا عليها بشكل كامل. التمرين الأولاني إنه بتوقفوا بشكل مستقيم بالطريقة هذه، بتحطوا إيديكم على خصركم وبتثنوا حالكم لورا بالطريقة هذه. بنعيد التمرين هذا ل10 مرات ل15 مرة. هذا التمرين كويس كتير لتنشيط وإعادة العمود الفقري لوضعه الصحيح وتخفيف الضغط عن العضلات وعن الأربطة وعن المفاصل. هذا التمرين بنصحكم تسووه كل نص ساعة كل ساعة، خصوصا للناس اللي بيقعدوا على الكمبيوتر في وضعية جلوس طول الوقت، مش وضعية جلوس صحية، وضعية جلوس غير صحية. وضعية جلوس غير صحية المقصود منها انه بيكون في عندنا عملية انحناء بالطريقة هذه، انحناء للكاميرا الفقري، وهذا بيسبب شد كتير على مفاصل ومناطق العمود الفقري. فإحنا بنعمل اتزان عن طريق الحركة هاي لورا اللي نخفف من ألام ومشاكل العمود الفقري، لأنه العمود الفقري زي ما بنعرف جزء أساسي من الجهاز العصبي، وأي خلل بصير في داخل النخاع الشوكي ممكن يؤدي لشلل، ممكن يؤدي لوقوف وعدم عمل كتير من الأجهزة الداخلية في الجسم. فضروري جدا ان نحافظ عليه ونحمي هالاعصاب اللي موجوده داخل العمود الفقري، لانه اذا صار عندنا ديسك، اذا صار في عندنا انقطاع في الحبل الشوكي، فساعتها في عندنا مشاكل كبيره. والمشكله ان هاي المشاكل لا يمكن اصلاحها، يعني ما حدا لسه العلم ما وصل لنتيجه انه يرجعوا الناس اللي صار معهم قطع في النخاع الشوكي وصار عندهم شلل انهم يرجعوا يوصلوا النخاع الشوكي لوضعه الطبيعي ويرجعوا الحركه للاطراف اللي فقدت الحركه بسبب قطع او ضغط على الاعصاب او النخاع الشوكي. طبعا وانت بتحكي دكتور انا بديت اعمل الحركات هاي. انا متاكد انه يمكن اوكي. انا متاكد دكتور انه يعني هذه المشكله يمكن بيعاني منها ناس كتير. مش سامعني اوكي. طيب سامعني انا دكتور؟ تفضل محمد. ماشي شغل بابا الايفون ماك الهوا بحط لك اياه على اللابتوب تبعك. طيب عمل ما الدكتور، انا بتوقع انه في ناس كتير عندهم هاي المشكله وللاسف بكبروا او مش مكتشفين هذه المشكله، خاصه اللي بيشتغلوا العمل المكتبي. العمل المكتبي للاسف اللي خاصه لفترات طويله او لجلسات طويله بيؤدي لمشاكل كثيره في العمود الفقري، وما بنلاحظها، ما بنتحرك، احنا ما بنعمل ليونة. وهذه الدكتور اللي حكى عنها اللي هي تمارين ممتازة. الآن في مشكلة تانية دكتور يمكن أنا بدي أسأل عنها اللي هو التلفون، ما بعرف إذا سامعني دكتور. سامعني يا دكتور؟ لا لسه مش سامع مظبوط. أوكي دكتور جمال، ممكن نتكلم إحنا عن الصيام؟
ولحد ما الدكتور تصلح المشكلة اللي عنده. طيب. خلينا نتفضل. تفضل تفضل دكتور. بدي أتكلم عن موضوع الصيام. طبعا من أهم الشغلات اللي ممكن فعلا تساعد جهاز المناعة بتقويته اللي هو الصيام. إحنا الآن قادمين على شهر رمضان الكريم، شهر بركة وشهر طاعة وشهر مغفرة. الصيام بشكل عام أثبت علميا عن طريق عدة دراسات، ومنها دراسة يابانية انشهرت في أو اللي هم بسموها الجسم بوكل الخلايا الميتة، فأثبتت فعليا أنه هذه بتقوي جهاز المناعة بشكل كبير جدا. وصار الآن يعني انتشرت موضوع موضة الكيتو، موضة الصيام المتقطع، وهاي أعتقد من الشغلات اللي عم بنحكي عنها هلأ كتير. فالصيام المتقطع هو أفضل، هو أحد الطرق اللي إحنا بنقوي جهاز المناعة. الآن المشكلة وين اللي بتصير في رمضان، خاصة إحنا قادمين على شهر رمضان، اللي هو إحنا بنسميه التخبيص بعد الإفطار. بتكون أنت صايم ومكيف على حالك، وحكيت إنه جهاز المناعة قوي، والإيمانيات والروحانيات والصلاة وقراءة القرآن والتعبد والحركة كله تمام. تيجي طبعا لأنه جسمك بيحتاج سكر، فأول ما تفطر، يا إما في ناس طبعا في عادتين سيئات، ناس بتفطر على دخان، هذه طبعا العادة قاتلة، بنحكي للجميع أنه يبتعدوا عنها، لأنه أنت بتدخل على أوكي أنا فاهم أنه أنت كلكم مشتاق لها السيجارة، لكن بتقدر اللي ربنا قدرك أنك تبعد عنها 10 أو 12 ساعة أو 14 ساعة، في إحنا عندنا يمكن 16 ساعة، تبعد عنها كمان ساعة. فالإفطار على الدخان هذا شيء يعني مزعج وجدا سيء. والشغلة الثانية اللي هي السكريات، السكريات ما بعد الإفطار، لأن هاي بتعمل سبايك في الأنسولين اللي موجود في الجسم، فبالتالي بتضعف جهاز المناعة. مشكلة جهاز المناعة والأنسولين هما ضدين، يعني جهاز المناعة ضد الأنسولين، إذا أنت رفعت الأنسولين جهاز المناعة عندك نزل، إذا أنت نزلت الأنسولين جهاز المناعة عندك قوي. لا أخفي عليكم موضوع التمر، لأنه التمر والفواكه بشكل عام السكر فيها فركتوز، فهو بيختلف شوية عن الجلوكوز اللي موجود في السكريات اللي هي القطايف والسكر الأبيض اللي بنشربه. مش معناها أنه نكتر منها، يعني حبة تمر 3 حبات ماكسيموم it's good، لأنه بتعطيك سبايك خفيف في أو ارتفاع خفيف في الأنسولين، وبالتالي أنت جسمك صار في عنده شوية طاقة بتقدر تعطيك تكمل لباقي فترة الإفطار. بعد فترة الإفطار هاي بتقدر تبدأ بالشربات، بالخضار، بالسلطة، بالفواكه، باللحم، بالرز، ما عندك مشكلة. ما تكتر، لأنه برضو معدتك تعودت إنها 14-16 ساعة بدون أكل، أنت ضربتهم مرة واحدة. في ناس بعدوا من الفطور للسحور يأكل طبعا هذا كمان سيء. عشان هيك حتى يعني احنا لازم تروح على الصلاة، لازم تتحرك، لازم تمشي. هلا المساجد عندنا مغلقة، هذه يعني معظم الدول عندها هاي المشكلة. شو بدنا نسوي؟ شو بدنا؟ ما في مشكلة يا جماعة. أكثر من مرة احنا استضفنا رجال دين وبقول لك صلي في بيتك، ما عندك مشكلة. مش معناها انه المسجد مسكر ما تصلي التراويح، لا، اجلس انت واهل بيتك وصلي التراويح، ما فيها مشكلة. حتى لو صليتها لحالك يعني مش هالمشكلة الكبيرة، لم تفرض فيها صلاة الجماعة، هي الأفضل أن تكون صلاة جماعة، لكن لم تفرض فيها صلاة الجماعة، فالموضوع سنة يعني. إذا مش يعني صليت أو هذا، اطلع قزر حوالين البيت، مشي لك شوية، الليل بكون الجو نظيف. إحنا هلأ يعني فرصة جميلة جدا إنك تمشي، يعني الدكتور حكى كلمتين رائعات اللي هو إنه نستفيد من التغير المناخي اللي عم بيصير، للتحسن طبعا في البيئة. الشغلة اللي بدي أركز عليها كمان اللي هو موضوع السحور. في ناس طبعا في السحور بيجي بحط احنا بنسميه سطل، اللي هو برميل مية، مش وببدأ يشرب. طبعا شرب الماء مهم جدا، لازم تشرب الماء بشكل متقطع من الإفطار إلى السحور.
مش معناه أنك شربت 3-4 لتر على السحور أنه مش حتعطش طول اليوم، لا، لأنه المية هاي بتنزل وين؟ بتروح على معدتك ودايركت بتروح على الكلى، فهي مش حتقعد في الحنجرة 12 ساعة اللي أنت أو في المريء 12 ساعة، مش 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 أنبوب، هو هي حتنزل دايركت. إحساس يا دكتور، هي إحساس، بس أنت مشكلة أنك بتملي، أنت لازم تشرب مية. أنا مش عم بحكي أنه مش لازم تشرب، لأنه بصير فقد كبير في المياه والسوائل خلال فترة الصيام، بس لازم تشربه على تقطع. يعني أنا مثلا بجيب هاي الزجاجة فيها لتر ماء، أوكي، وأنا عارف أنه لازم أعبيها 3 مرات باليوم، بنفس الاشي برمضان 3 مرات، كل مرة مثلا بشرب لي نصها، على 6 مرات بتكون شربهم ال3 مرات. فالموضوع مش معقد كتير، بس مش نيجي على السحور نشرب كاسة مي كاملة. كويس، الحليب مثلا، البروتينات بتعطيك طاقة لمدة طويلة، فممكن تركز عليها في السحور. الجبن مثلا، الأجبان، احنا كنا تعودنا على الجبن والبطيخ، البطيخ لأنه فيه سوائل، وذكرتوني الجبن فيه سوائل والبطيخ فيه الجبن فيه بروتين عالي، سوري، والبطيخ فيه سوائل، فهذول الشغلتين مهمات جدا جدا في تقوية جهاز المناعة، وبعطوك طاقة، بعطوك طاقة. نرجع نحكي إنه الصيام هو عبادة، فلازم تستغل هذا الوقت في الطاعة، لازم تستغل الوقت في تطهير نفسك داخليا وجسديا. يعني التطهير بكون من النفس في الداخل، والتطهير الجسد المادي. تطهير النفس الداخلي بكون بالصلاة والعبادة والطاعات والصدقة، يعني هذا شيء جيد، والتطهير الجسدي أو الفيزيائي عن طريق منع الأكل على الجسم. ونرجع نحكي أنه على الإفطار يكون الأكل متوازن، الأكل بطريقة صحية، حاول نبعد عن القطايف، مش عارف الحلوية، أنا عارف ما كلامي ما هيعجب، بس this is the truth. الشغلات هاي الحلوة كتير كتير. هلأ إذا بتقدر تعمل قطايف مثلاً بدون سكر مش مضرة، لأنه هي برا عجين وجوا مثلاً بتحط أنت جوز، مفيد جداً، بتحط فيها مكسرات، بتحط فيها جوز هند، بتحط فيها جبنة، كلها هاي مفيدة. بس وين المشكلة لما بتغطسها أنت في سطل القطر هذا، يعني بتشرشر هيك، ده هذا المنظر كما الشباب تحكي الكنافة ممنوعة، يعني ما هي بنت عمها للقطايف. فهدول الشغلتين لازم يكون حريصين جدا 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 منهم. بشكل عام يعني هذا فترة صراحة، يعني أنا من الناس اللي زاد وزني خلال فترة الحجر هاي، زدت يمكن 8-9 كيلو. فأنا بنتظر بشغف الصيام، لأنه أكيد حيرجع لي جسمي، حيرجع ل طبيعته، حيرجع لعادته. بدي أركز على شغلة مهمة في الصيام، إنه معظم الناس بتعرف إنها، يعني معظم الناس بتفقد وزن في الصيام، في فترة الصيام معظم الناس خلال هذا الشهر تفقد وزن 4 كيلو، 3 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو. بس الشيء المهم اللي بيصير دائما إنه بعد ما يخلص الصيام إحنا بنرجع بنعيد هذا الوزن. ليش؟ لأنه معظم اللي بتفقده ما معظم الناس اللي بتفقد وزن تفقد مياه، لأنه بوكل أكل بسيط بس ما بيشرب مي كافية. فهذا الفقدان الوزن هذا بسموه فقدان الوزن الكاذب. فلازم إحنا نركز على شرب المياه خلال فترة الإفطار اللي هي بين الإفطار والسحور، ونأكد على جميع الناس أنه الصيام جزء مهم جدا. يعني أنا سمعت ناس كانوا يحكوا أنه هل الصيام يجوز في فترة الحجر؟ يعني ما بعرف، حتى في ناس راحوا استفتوا علماء، يعني إيش المشكلة؟ أنه بالعكس بنخفف من المخزون اللي مخزنينه تحت في البيزمنت، بدل ما نأكله كله بشهر خليه شهرين يزيد. طبعا الصيام فترة رمضان رح تفقدنا شيء كبير، وهو عادة التجمع، وإحنا كنا بنعرفها.
معظمنا بنعزم بطلع على سهرات على قعدات مع ناس أصحابه، تجمعات، إحنا خاصة في الغربة بعملوا تجمعات، اجتماعات مع أبناء الجالية بنفطر مع بعض. هاي راح نفتقدها هاي المرة، وبركز إنه لازم نضلنا مصرين على موضوع السوشيال ديستانس إلى أن تقول الحكومة عكس ذلك، بكون عندنا الوضع إن شاء الله استتب، إن شاء الله نعيد مع بعض، نقدر عن جد نصلي صلاة العيد مع بعض، لكن طبعا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. خلينا نستغل هذا الشهر، نستغله بأشياء جميلة، صدقات، صدقات شيء جميل. الآن كل شيء you can do it online، فيش داعي إنك تروح تسوي صدقة أو تبعت لأي أحد شركة أو المؤسسات اللي بتعمل على الصدقة، لأخذ الصدقات والزكاة كلها بتشتغل أونلاين. الإسلاميك ريليف، الهيومن كونسيرن، هدول اللي عندنا في كندا أعتقد من الشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة. عندنا معظم المساجد بتستلم تبرعات أوفر إنترنت، ممكن تحدد هذه التبرعات بدك تروح صدقة، صدقة فطر، هل بدك تروح زكاة، أنت بتحددها عشان يعرفوا مصارفها الصحيحة. نعم أنا بتفضل. أنا بس كنت بدي أحكي بالنسبة لرمضان، أكيد حيكون في عنا لقاءات متعددة نناقش فيها الجوانب المختلفة في رمضان، ما يمكن أن تستفيد منه وما يمكن أن تتجنبه، كيف تصوم صيام مثالي، هذا من الأشياء المهمة اللي إحنا ممكن نتكلم فيها. إذا استمر الحجر فكيف أنت تصوم صيام كوروني بحيث أنه تستفيد من الصيام لمقاومة المرض وتحدي المرض. بصراحة إحنا أشياء كثير فقدناها من قيمة الصيام، وهذا له أسبابه. يعني مثلا الصيام كان جزء من فوائده الاسترخاء والهدوء والسكينة النفسية والبعد عن التوتر، لكن يعني زعلة واحدة ما بين أبو عصام وسعاد بيضيع علينا كل الصيام تبعنا، ونتوتر عليه لتاني يوم لحد ما يجي أبو شهاب ويحل المشكلة بينهم وبعدها تمشي الأمور وإحنا نرتاح. بيجوا بآخر الحلقة بيعملوا لنا مشكلة مع مش عارف النمس وبتضيع الطبخة من جديد. صحيح. فيعني توتر طلع جديد، لازم نتجنب التوترات حتى نتعامل مع رمضان بشكل صحيح. الأمر الآخر الصلاة اللي حكى عنها دكتور جمال، ترى على فكرة يا جماعة اللي مش عارف يعرف، الأصل في صلاة التراويح أنها فردية وليست جماعية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش صلاة التراويح ولا مرة جماعة. اللي سن صلاة التراويح في جماعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني الآن ممكن تمارسها وما في حد ممكن يعني ينتقدك في ممارستك الفردية لها. وفي فائدة للصلوات الفردية بالمناسبة، يعني فائدة الصلوات الفردية اللي هو السكينة مع النفس، تعطيك سكينة مع النفس، هدوء مع النفس، خشوع مع النفس، ومناجاة، مناجاة تامة، صلاتك كاملة إليك. ففي أشياء كثيرة إحنا للأسف منضيع جمالها بممارساتنا وعاداتنا، عاداتنا، ما بدي أقول عباداتنا، هي ليست عبادات اللي إحنا منضيفها على العبادة، بعادات تشوه معاني العبادة. ما بدي أنقل الموضوع يصير درس ديني، لكن في الأخير هي فعلا حياتنا إحنا بنعيشها، وبنحاول نوجه هاي الحياة اللي بنعيشها إحنا وهي جزء من مجتمعنا في أغلبه، بنحاول نوجهه نحو التطبيق المثالي والتطبيق الأفضل لصحتك. التطبيق الأفضل للصحة هو التزامها كما جاءت، مش الإضافة عليها أو النقصان منها. وأشكركم. احنا بنرحب بالدكتور، رجع معنا، اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. عفوا صار عندنا خلل فني يعني، ونرجع نستأذن. احنا خلال معالجة هذا الخلل الفني حكينا عن الصيام والمناعة، فاستغلينا هاي الفرصة وحكينا عن شيء احنا كنا حابين نسمع منك دكتور، لكن برضو حابين انه نحكي عن الموضوع. انا بدي اسألك دكتور سؤال مهم.
تفضل. تلفونات، الايباد، الجادجتس هاي، والنك اللي بسموها تكست نك، احكي لنا عنها اكثر، خاصه اولادنا احنا كلنا يعني بيعانوا من هاي المشكله. اللي هي كل هذه الاجهزه اللي بنستخدمها سواء من كمبيوترات لاجهزه خلويه تحتوي على ذبذبات، ذبذبات كهرومغناطيسيه لتوصيل الارسال، وهي الذبذبات الكهرومغناطيسيه كثير في دراسات تثبت ضررها وعدم صحتها لجسم الإنسان. يعني هذا شيء ضار جدا، ممكن نستخدمه، هذا بيأثر على نشاط الجهاز العصبي، بيأثر على كل أجهزة الجسم بشكل سلبي. يعني إحنا في العلاج الطبيعي في بعض الأحيان نستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية في العلاج لتسريع سرعة بناء العظام أثناء وضعهم في الجبصين، فهي الطاقة الكهرومغناطيسية هذه زي أنبوب، وبعض الموجات هذه اللي هي طبعا لا تشعر فيها ولا ترى، بس إذا بنحط مغناطيس في داخل الأنبوب هذا، المغناطيس بيظلوا واقف في نص الأنبوب هذا وثابت بسبب الطاقة هذه اللي موجودة في الأنبوب. بس هذه طاقة جيدة كهرومغناطيسية بتساعدنا كثير على تسريع عملية التئام الجروح، التئام العظام، بتشكل جزء حيوي لجسم الإنسان، هي جزء من الطاقة. بس ما بنحكي عن الطاقة هذه أو الموجات الكهرومغناطيسية اللي جاي من شركات الاتصالات عن طريق التلفونات، فهي لها تأثير كتير وعلى الجانب النفسي وتركيز الدماغ، أكثر الأضرار بتكون موجودة، وعدم النوم وقلة النوم، وهي المشاكل كلها بسبب استخدام الكثير للتلفونات هذه أو الكمبيوترات ووجودها في المحيط اللي إحنا نايمين فيه. إحنا المفروض نكون في محيط هذه بعيد عن كل الأجهزة الكهربائية اللي هي الطاقة إيجابية تكون موجودة في عنا في الجسم. ماذا بشأن الرقبة دكتور؟ الرقبة لما بتنحني لفترة طويلة؟ الرقبة جزء أساسي، أي مشكلة بالرقبة ممكن يؤدي لوجع رأس، ممكن يؤدي لمشاكل دوخة، ممكن يؤدي عدم تركيز، صعوبة في النوم، لأنه الرقبة بتوصل أول شيء النخاع الشوكي بمر عن طريقها للدماغ، وثاني شيء في التروية الدموية للدماغ كمان بتمر عن طريق الفقرات اللي موجودة في الرقبة. فأي مشكلة في حنية مستمرة بالطريقة هذه أو حركات ثابتة لفترة طويلة ووضعة الانحناء، هذا بيسبب ضغوطات على الأعصاب وعلى الدورة الدموية، وهذا بدوره بيؤدي لمشاكل في منطقة الرقبة، في منطقة الأكتاف، في منطقة الإيدين، خضران، نمنمة، ضعف في العضلات. إذا بنحكي عن موضوع الضغط على الدورة الدموية اللي بتطلع للدماغ عن طريق الرقبة، إذا في تشنجات عندنا ففي ضغوطات، فما في دم كفاية يوصل للدماغ، ففي عندنا دوخة، في عندنا وجع رأس، في عندنا قلة نوم، في عندنا إحنا بنتعامل بشكل عصبي، في الشرتياح، كله بسبب القعدات هذه. طبعاً الأساس إن نحافظ على قعدتنا إنها تكون القامة بشكل صحيح، زي هيك الرأس معمول بشكل في هنا عملية التواء بسيط مسنودة، عملية الكوع تاعنا يكون مسنود، نعلي الكمبيوتر شوي بحيث ما نضطر نحن حالنا، نعمل شوية تغييرات في القعدة تاعتنا، نحط مخدة زي هيك ورا ظهرنا اللي نخلي ظهرنا مسنود وإحنا قاعدين على الكنباية أو على الكرسي، ولا الوقاية ممكن نسوي بعض التمارين زي هاي الحركة اللي بنسويها لورا، حركات لورا، حركة بالطريقة هاي، بالطريقة هاي اللي نضلنا نحرك في عضلات الرقبة وفي منطقة الرقبة، نخوف ما يصير فيها تكلس وتصلب وضعف في العضلات وضغط على النخاع الشوكي وضغط على الأعصاب اللي هي ممكن توصل لمرحلة كبيرة كتير. فإحنا بالوقاية البسيطة نتجنب مشاكل كتيرة وبنشجع الدماغ، وإحنا بنكون مركزين أكتر ومرتاحين أكتر. ممكن نعمل حركات بالطريقة هذه لوحدنا في البيت، يعني كلها حركات هذه
ذاتية ممكن نسويها، كتير تمارين ممكن نعملها، بس نتجنب العوائق هذه ونحاول نضبط من قاعدتنا ونحافظ على القامة تاعتنا. دكتور طبعا يعني لا يمل اللقاء معك، ولقاء غني جدا وبصراحة معلومات قيمة، ويكفي أنك سهلت مشكلة الأرجيلة للشباب. فأنا حاب أنه في ختام لقائنا، أنا سمعت أنه أنت الآن بتشتغل على مركز متكامل، فممكن تعطينا فكرة عن المركز اللي أنت تقوم عليه الآن، بتهيئه الآن أو بتجهزه الآن، إيش الفوائد اللي ممكن يقدمها للناس، للمجتمع، للأشخاص ممكن يستفيدوا منه؟ سمعت إنه في أشياء يعني ميزات خاصة حتكون موجودة فيه، الناس ممكن تستفيد منها، فإذا ممكن تعطينا هيك نبذة بسيطة سريعة عن المركز. أنا أتوقع إنك أنت الآن في المقر. لا، أنا في البيت تاعي. نعم، طيب، فإذا سمحت تحكي لنا يعني شوي عن المركز هذا، وتفضل. هو يعني هو هذا مبدأ العلاج التكاملي، إنه ننظر للصحة العامة بشكل عام، هي الصحة الجسدية والصحة النفسية والقعدات الحلوة هذه، وهذا النموذج من العلاج موجود بشكل كبير في دول أوروبا الشرقية، بحيث ممكن يروحوا لمدة أسبوعين في أوتيل، وهذا أوتيل مش سياحي، بيكون أوتيل علاجي خلال هدول الأسبوعين اللي هو حكومة تدفع لهم إنهم يروحوا، بس اللي رايحوا جسمهم يعملوا مساجات المياه في المياه المعدنية في هذه. فهذا النموذج صرنا بنشتغل عليه 15 سنة، والحمد لله إن شاء الله بنبلش قريبا، بس بسبب هالظروف صار في تأخير. حيكون مركز شامل بيحتوي على الحمامات التركية اللي هي بتعتني في نظافة الجلد، بيحتوي على سبا للتجميل، بيحتوي على العلاج بالمياه الساخنة والأعشاب، بيحتوي على مكان الأطفال، بيحتوي على غرفة كبيرة كويسة كتير يعمل فيها كل أنواع المساج، من المساج في المي، من المساج شاب، من المساج في الملاح، في صالة أمراح كبير حتكون موجودة للاسترخاء، لعمل اليوغا، لعمل نشاطات تانية تساعد على التنفس وبتخفف من حدة التوتر. حيكون في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والكايروبراكتر وهي كوبانكر، كل التخصصات الطبية. إضافة لإله حيكون في قعدات عربية حلوة، قعدات تركية، بنقدم أكل بس فيجيتيريان، شغلات فريش معمولة بعصائر، معمولة باشا جاي بنستوردها من إسطنبول، كل المعدات معمولة بالطرق البسيطة، أكل صحي، تغذية، أخصائيين تغذية، وقعدات حلوة للإسمام وللقعدات بعد إقامة كل هالعمليات اللي موجودة. ما شاء الله ما شاء الله، هاي يعني سناتوريا يعني بتحكي عنها. سناتوريوم على شكل أكبر شوي، بتغييرات تركية عربية شرق أوسطية، يعني حطيت كتير من الطرق العلاجية في مختلف القارات في منطقة واحدة، واخترنا المنطقة ها يكون مكان كبير، في نحن 1000 سكوير فيه، بيحتوي على كتير من المرافق اللي حكينا عنها، في نص مدينة ميسيساغا، متاح للجميع، بس إن شاء الله الأمور تتحل حل شوي إن شاء الله على العيد. المقرر كان إنه نفتتح على العيد المرحلة الأولى اللي هي القعدات والحمامات، بس إن شاء الله إنه بنفتح على العيد، بتكون حفلتين بحفلة واحدة بإذن الله تعالى. ممكن تحكي لنا العنوان دكتور، ولا ما بدك تحكي لسه؟ اتفضل. العنوان
الادرس تبع المكان. بس حبيت اوجه يعني انه الفترة كورونا هذه ان شاء الله ان شاء الله توقعات واسئلة ايجابية بكل انه بداية رمضان حيكون بداية النهاية لفيروس كورونا إن شاء الله. للازمة هاي اللي بنعيشها، وهذا ناتج عن انه قدرة التحمل عند الحكومات وعند الناس مش عملوا اكتر من هيك، يعني المضاعفات والتانية منها الاقتصاد منها الشغلات انه يضلهم ان شاء الله حيكون بدايه النهايه لفيروسنا. على العيد بنكون مع بعض العيد نحتفل في نهايه الفيروس كله، والحياه بعد كورونا حياه مختلفه اصعب من الحياه قبل كورونا، بس كورونا فرصه نجرب الحياه اللي هي هاي الفترة اللي عدناها في البيوت بدون ضغط الشغل بدون المشاكل التانية. بس اللهم في خوف مستمر بموضوع الكورونا، بس في عنا راحة نفسية، في عنا علاقات أسرية، في عنا الطقس تحسن، البيئة تحسنت، الهواء نظف، كل شيء تحسن. فيصير عنا اختيارات، بدنا نعيش الحياة بالكورونا ولا بدنا نعيش الحياة خلال فترة كورونا اللي عند بعض الناس لكوها فرصة أول مرة بيعيشوا الحياة هذه بدون هالضغوطات هاي وقاعدين في البيت، فحبوها، حبوا العيشة هذه. ممكن كتير جزء من الناس يقول لك خلاص أنا بدي أريح حالي، الأولويات حتختلف كليا. فممكن وممكن في ناس ثانيين يأخذوا جزء من الحياة السهلة هاي اللي عايشينها هلأ، ومع تغيير في نمط الحياة بعد كورونا بحيث يصير تجديد أكثر على أكيد حيصير تجديدات أكثر على موضوع الصحة، على موضوع العلاج الذاتي، التشخيص الذاتي، على موضوع التغذية الصحية، على موضوع الأجهزة الطبية لازم تكون متوفرة وبأسعار رخيصة في البيوت. هذه الأمور على الأكيد تغيرات هذه اللي هلأ شايفين وجود حصولها، الناس صارت في عندها توعية كاملة على الضرر اللي بيصير في البيئة، على الضرر اللي بيصير في المياه، في الهواء، التلوث، المشكلة اللي واجهناها إنه جهازنا المناعي ضعيف كتير يتحمل كتير الفيروسات هذه، إنه النظام الصحي كله أثبت فشله في مواجهة الفيروسات اللي هي ما كان الاستعداد لها على قدر المفروض إنهم يستعدوا. يعني الميزانيات اللي توضع في الحكومات جزء بسيط جدا للقطاع الطبي وللأبحاث والتين إنهم يطوروا وكذا، أكثر الميزانيات بتروح خطط دفاعية أسلحة لشغل تحمينا من نعتقد في connection problems. أستاذ محمد لو بتحب تحكي anyway احنا نعم طيب واحنا مش غاد فيها والحكومه غيرها او طيب احنا يعني الحمد لله استطعنا برغم الاتصال الصعب والتقنية اللي كان واضح انه فيها اشكال، لكن استطعنا الحمد لله ان ناخذ جل المعلومات وزبدة الفائدة اللي احنا نرجوها من هذا اللقاء، وان شاء الله يكون الجميع استفاد منها. ونشكر الدكتور محمود على المعلومات القيمة اللي افادنا فيها في هذا اللقاء، وان شاء الله يعني نظل على تواصل ونلتزم بالتوجيهات والنصائح اللي قدمها لنا دكتور محمود. وبعدين يعني أتوقع أنه كان اللقاء خفيف دم طلعنا فيه بنتيجة أو باختراع جديد في موضوع الأرجيلة، للي مهتمين بالأرجيلة الصحية يبطلوا أرجيلة من شان الله. الناس اللي بيأرجلوا يا أخي لا تأرجلوا. بعدين هاي الدكتور طلع لكم بديل، إن شاء الله يكون بديل صحي ومفيد
وبعديها اللي بأرجل بدي أطلب من الحكومة إنها يعني تسجنه مؤبد. يعطيكم العافية. الله عافيك. طبعا أنا بشكر زميلي أستاذ محمد لمساندتي في هذا اللقاء، وباسمنا جميعا أنا ومحمد والمشاهدين جميعا نشكر الدكتور محمود صوص اللي كان معنا اليوم من تورونتو ميسيساغا، أعطانا معلومات جد رائعة صراحة. أنا يعني استفدت منه كتير، وأنا دائما بستفيد. العلم عنده صفحة على الإنترنت بحط فيها فيديوهات، ومعظم فيديوهاته بيعمل فيها نصائح رائعة. عنده يوتيوب شانل بنصحكم تروحوا تشاركوا فيه وتسمعوا، لأنه كل كلامه موجه للعامة وبحاول يساعد الناس. وللعلم أنا حكيت معه قبل هيك، قال لي هذا عامله عن لوجه الله تعالى وعن روح والديه، فندعو لهما ولوالدينا جميعا بالرحمة. وأشكره جدا أنه أعطانا وقته. نبارك له مركزه الجديد، إن شاء الله نقدر نزوره فيه ونشوف نشرب على ليلة ليمون غاد بالنعنع ونأرجل الأرجيلة هاي الغريبة. الأرجيلة طبعا فكرة رائعة. بشكركم جميعا، ونتوجه الآن إلى نهاية لقائنا. بذكركم بلقاء غدا. لقاء غدا راح يكون لقاء قمة ما عودناكم، مقهى فني ثقافي. يكون معنا ناس من دول عربية مختلفة يتحدثوا عن ثقافات مختلفة، عن فنون مختلفة. حنحكي عن الفن، الرسم، حنحكي عن الغناء، حنحكي عن شغلات ثانية. فأي واحد بحب بكرة برضه يعطينا كول، موجود الرقم هذا احفظوه، حيكون هو الرقم الدائم. و نتمنى لكم كل خير، وتصبحون على ألف 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 خير. السلام عليكم. عن ثقافات مختلفة.